الآن معنا من القدس المحتلة دكتور حسين الديك خبير الشؤون الأمريكية والإسرائيلية. دكتور حسين أهلا بك على شاشة القاهرة. سأستعرض معك هذه التصريحات التي ذكرها نتنياهو قبل قليل بأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية تمثل خطر على إسرائيل فيما بعد. كيف تعلق على هذا التصريح في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني هذا التصريح هو جزء من العقيدة الأيديولوجية المتجذرة في الفكر الصهيوني ولقادة الاحتلال الصهيوني وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو. وهو صرح قبل قليل، ولكن منذ شهرين جرى هناك تصويت داخل الكنيسة الإسرائيلية، وهذا التصويت حصل على موافقة 99 عضو في الكنيسة الإسرائيلية من أصل 120 عضو لرفض قيام دولة فلسطينية. وبذلك هو يرسل رسالة للمجتمع الدولي وللولايات المتحدة الأمريكية وللاتحاد الأوروبي ولجامعة والدول العربية التي ستستمع غدا، لأن السلام المعلن من الدول العربية والمبادرة العربية للسلام نتنياهو يضرب بها قاعدة الحائط ولا يعرف إلا لغة واحدة هي لغة القتل والتدمير والمزيد من القتل، ولا يرى اي كيدونه. هو تحدث عن الامم المتحده تحديدا دكتور حسين، وذكر انه لن تمنعه الامم المتحده او اي هيئه اخرى من حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولا اعرف ربما الى اي مدى يمكن ان تذهب اسرائيل تحت هذا البند او تحت هذا المسمى الدفاع عن النفس. نعم، اعتقد ان الحصانه القانونيه التي تمنحها الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وبعض الدول الاوروبيه لاسرائيل ولقاده اسرائيل السياسيين والعسكريين هي التي دفعت نتنياهو ليتجرأ على القانون الدولي وعلى الامم المتحده وعلى ميثاق الامم المتحده ويدلي بهذه التصريحات الى هذا الحد، وهو يتصرف وفق قانون شريعه الغاب والبقاء للاقوى، ولذلك يستخدم القوة والمزيد من القوة ويقوم بتنفيذ الأجندة السياسية والإيديولوجية التي يؤمن بها. الحديث الكثير عن مستقبل نتنياهو، نعم هو يريد إطالة الحرب لإدامة مستقبله، ولكن الأهم من ذلك هو يريد أن يمنع إقامة أي كيدونة سياسية فلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. هذا هو مرفوض لدى بنيامين نتنياهو ولدى الفكر الأيديولوجي اليميني القومي داخل إسرائيل، والذي يحصل على أغلبية كبيرة الآن في استطلاعات الرأي. حتى حزب بني غانتس وإيزنغوت هم من اليمين المركز وليسوا يسار وليسوا على يسار بنيامين نتنياهو، يتفقون معه في كل التوجهات الفكرية ويرفضون أيضا إقامة دولة فلسطينية أيا كان شكل هذه الدولة. فهو لم يأتي بجديد، ولكن يعني حضرتك بترى أن هذا السيناريو الذي يتم الترويج له دكتور حسين من أنه في إسرائيل ربما صقور وحمائم، حضرتك بترى أن كلهم صقور ناحية الفلسطينيين بالطبع؟ نعم، أعتقد أن زمن الحمائم في إسرائيل انتهى منذ فترة طويلة. لا يوجد الآن حمائم. استطلاعات الرأي لا تعطي نسبة الحسم لحزب العمل، أي أنه لم يحصل على 4 مقاعد في الكنيسة من أصل 20 مقعد، وحزب ميرس هو حزب طرفي هامش يحصل على 5 مقاعد. اختفت الحمائم، معسكر السلام تم تدميره، وذلك بقادة هذا المعسكر أمثال يهود باراك وغيره الذي قضى على معسكر السلام في إسرائيل. التعويل على ظهور الكتلة الحرجة في إسرائيل برئاسة يائير جولان نائب رئيس هيئة الأركان السابق، الذي يحاول إعادة إحياء حزب العمل بالتحالف مع بيرس وإعادة إحياء معسكر السلام. حتى اللحظة هذا غير مؤكد، هل ينجح يائير جولان في هذا التوجه أم لا ينجح، ولكن الواقع الحالي اليمين القومي واليمين المتطرف هو الذي يسيطر ويرسم السياسة المستقبلية لإسرائيل، والتي لا ترى أي إمكانية لإقامة أي كيدونة سياسية فلسطينية مستقبلية سواء من خلال منظمة التحرير أو بدون منظمة التحرير.
طيب دكتور حسين، أيضا من اللافت هذه التقديرات التي خرجت ربما عن بعض وسائل الإعلام الغربية وليست العربية، وول ستريت جورنال، أيضا مجلة بوليتيكو، الكل يتحدث عن أن إسرائيل بعيدة عن تحقيق ما يسميه نتنياهو بالنصر الكامل أو الشامل في قطاع غزة، وأن حماس ربما ستبقى حية في القطاع حتى بعد هذه الحرب. إذا كانت هذه هي التقديرات دكتور حسين، إذا لماذا يستمر نتنياهو؟ بالتأكيد ليسوا بعيدين عن هذه التقديرات، لماذا تستمر إذا هذه الحكومة في التعاطي الخشن إلى هذا الحد مع هذه الأزمة وعدم الذهاب أو حتى فتح أي باب للتفاوض بشكل أو بآخر؟ يوجد هناك وحل في قطاع غزة تورط به الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، وحرب العصابات المستمرة هي تاريخيا لمصلحة، ليست لمصلحة القوات النظامية ولكن هي لمصلحة المنظمات المسلحة والأحزاب وليست للجيوش النظامية. بنيامين نتنياهو يبحث عن نصر أو عن صورة نصر، وهو يعول على إنجاز حتى لو كان بسيط أو شكلي داخل قطاع غزة، ليخرج بهذا الإنجاز إلى المجتمع الإسرائيلي أنه حقق انتصارا قويا وإنجازا كبيرا، ومن خلال هذا الإنجاز قد يدعو نعم